نزاع من بغداد عمري 25 سنة متزوجة من 8 سنين مشكلتي بدأت مع زوجي زايد جائحة كورونا والحظر الجدول بشهر آذار وجائحة حظر المنزلي كنت قاعدة تصير مشاكل بيناتنا المشاكل كانت تنتهي بالضرب تغيير روتين عمله وتقليل الوارد المادي هذا الشيء كان يسبب لضغط نفسي وكان يترجم الضغط على شكل عنف أسري إلي والأطفال وبعدين إنه ما قدرت أتحمل هالشيء لأنه كان يأذيني بالضرب وكذا ما توضحت جسمي إلى أن آخر مشكلة كانت الشهر الخامس سبب كنت محتاجة مصرف للبيت أو فلوس وأني هالشيء إنه ما صارت نفسي يعني على مود أطفالي وعلى مود البيت بس هو بخيل سنة 2012 كان عمري 16 سنة أهلي جبروني إنه أتزوج هذا الشخص مع ذلك أنا كنت أعرف إنه هو شخص يشرب ما خلص دراسة كان كنت رافض هذا الموضوع قطعيا وأنا هم كان عمري صغير فمش رايدة إنه أتزوج جبروني أمي وأبوي لأنه بسبب إنه شخص أقاربنا يصير من خالتي فترة اللي أنا كنت حامل كان يضربني هماتي على صدري مرة ضربني مرة يضربني على ظهري مرة يعني في أماكن بسبب هذا الضرب صارت عندي مثل تخثرات دم صدري ولحد الآن موجودة يعني حتى كان إنه ينتقص مني أنا مريضة مرض جلدي مرض البهاق وحتى يعني كلش قليل بالوقت الحالي ورا ما صارت مشكلة وحاولت إنه أتصل بزوجي راج إنه يهددني ويهدد أهلي يعني حتى اللي شفته إنه أنا من اتصلت ساحة أكثر مع ارتفاع نسبة جائحة كورونا في العراق العنف الأسري على المرأة يزداد يوما بعد يوم حالات الانتحار ظهرت عندنا كثيرة في كركوك يعني في نينوى وفي بغداد أيضا وفي وفي الديوانية بسبب مشاكل تحصل بين الزوج والزوجة تقوم الزوجة بفقد أعصابها وتقوم بإضمار النار على سكب مادة تنقض عليها حالات الاعتداء الزوج على الزوجة ضربهم وتقييدهم بواسطة سلاسل حديدية ثم حجرها داخل الدار وتشير الإحصائيات التي حصلنا عليها من دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عبر الإيميل بشأن أثر الجائحة في زيادة حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي إلى ما يلي. وكان مجلس الوزراء العراقي أقر بداية الشهر الثامن لسنة 2020 على مسودة قانون الحماية من العنف الأسري وأحاله إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليه. صحيح هي السلكرة في البرلمان بس إحنا حتكون لنا جولات لدعم تشريع هذا القانون. هذا القانون هو حيدعم إنشاء الملاذات اللي إحنا بحاجة جدا وماسة إلى وجود الملاذات بمختلف محافظات العراق. أحد القضاة يقول لي أنا تجيني المرأة في قضية يجب أن يتم الإفراج عنها يضطر القاضي أن يحكمها مادة دعارة يبقيها بالسجن يعني ما بين 3 أشهر إلى سنة حتى يحميها من أنه من القتل من قبل عائلته. أن حزب الفضيلة والحزب النهج الآن هو أكثر المعارضة والدليل بيان صدر هذا الحزب يرفض القانون لرفضه جملة وتفصيلا. شلون أدافع عن مرأة بقانون جديد وأنا عندي قانون عقوبات 41 تسمح للرجل ضرب المرأة لغرض التأديب. Any numbers that are put out by the government or by hospitals and doctors or by the police are never going to give you the full picture. العنف اللي ناتج عن كورونا الضحية راح يراجع المستشفيات العامة يعني مستشفى بغداد التعليمي مثلا مستشفى الكندي العام وحاليا سياسة الوزارة هو تقليل الضغط عن المستشفيات العامة حتى ترجع لكل عملها الطبيعي قبل الجائحة. أكو نوع جديد الآن ظهر من الأنف. أنا متأكدة مو الكل يدري بي لأنه فقط اللي عندهم احتكاك مع هاي الشريحة
يعرفون طالبات المدارس طالبات الكليات. وباء كورونا خلانا نجبر الطلاب أنه يأخذون التعليم عن طريق التعليم الإلكتروني. طالبات أزواجهم أخوانهم آبائهم كلمة واحدة على عبارة واحدة وكأنه متفقين، أكو كاميرا ماكو امتحان، ماكو كاميرا أكو امتحان. دار المشردات الدار الوحيدة بالعراق، لذلك حتى المعنفات مجلس القضاء قام يحولهم ويا المشردات، وبعدين اعترضنا لأنه المعنفة تختلف عن المشردة. بعدين احنا اتصلنا بالقضاء قلنا لهم هذول معنفات ما يصير يتحولون ويا المشردات، فبدأوا يعيدون يعني ترتيب إحالتهم. قسم قام يحولوهم للبيت الآمن مع ضحايا الإتجار بالبشر. وفي إقليم كردستان العراق، رغم إقرار حكومة الإقليم لقانون مناهضة العنف الأسري عام 2011، لكن حالات العنف على المرأة لا تزال موجودة. الفقرة العقوبة لما المرأة تعنف الرجل يحاسب بقانون العقوبة العراقية وليس بقانون، يعني لازم تكون هناك عقوبة خاصة تدخل ضمن القانون العنف الأسري. اسمي سين را، عمري 19 سنة، من شمال العراق. فترة جائحة كورونا زادت علي العنف من قبل أخويا، وهو كان يغتصبني من الخلف، وكان أيضا فترة الكورونا كان يحاول حتى من الأمام أنه يختصرني، وهذا الشيء كله بسبب والدتي لأن هي اللي كانت منطيت لهذا المجال. ماما كانت تتعمد أنه تعرفني وحدي بالبيت ويا أخويا فترة الكورونا، قررت أنه أطلع من البيت. هذا الشيء كان بداية شهر الثالث، شفت قدامي سيطرة، طلبت من عندهم يساعدوني، بس أنا حاليا مكان آمن. من كنت طفلة صغيرة كان يلمسني، بس ما كنت أعرف إنه هذا الشيء ما يصير، واستمريت وياه على هذا الشيء إلى ما وصلت لمرحلة المتوسطة. من عرفت إنه هذا الشيء غلط، رحت قلت لماما، لكن ماما ما صدقتني وضربتني وهددتني هلا. قالت إنه إذا أحد عرف إنه راح يقتلوك، خاصة أبوك. من كان يطلع من برا البيت كنت أحس إنه أقدر أتنفس، لكن فترة كورونا صار إلي عبارة عن ظلام. أتمنى يكون عندنا قانون ويطبقوه.